طيب صباح الخير. صباح الفل. ادخل. ايه هو انتوا نايمين ولا ايه؟ لا لسه صاحيين حالا. امال فين اخوك؟ علاء لسه صاحي دلوقتي. مين عز؟ تعال علاء، ده احمد. اهلا ابو حميد، اتفضل. اما امبارح كانت ليله ولا كل الليالي. عقبالك. ايوه اهي اتربقت على دماغتنا، وبابا اتخانق مع ماما وساب لها البيت ومشي. ليه كده؟ هما الجماعة دول مالهم بقى بيتخانقوا كتير اليومين دول كده؟ أنا عارف، اللي يسمع كده يقول كان محوش لها، وأول لما نوها مشيت من البيت بابا اتخانق مع ماما وساب لها البيت ومشي. لأجل حظك يا عم، مشي عشان يوسع لك السكة يا سيدي. بقول إيه؟ مفيش من البتاع اللي أنت اديتهالي امبارح دي؟ فراولاية، آخر واحدة هجيبها لك دلوقتي حالا. بس بقول لك إيه؟ عملت إيه في موضوع العربية ده؟ كله تمام، بس خلصنا انا الاول. روح قول له بقى على المصنع عشان تكمل علينا وتخليه يقطع بينه وبيننا بلاد. ازاي يا ماما حضرتك عايزين اسكت عن حاجه زي كده؟ ده ساكت عن الحق الشيطان اخرس. انت هتقول لي حكم؟ اهو ده اللي انت فالح فيه. حاجه تجنن. جرى ايه يا محاسن؟ ما انتش عارفه تسيسي امورك معاه. اصله زي ابوه، دماغه ناشفه وطريقه اللي فيها مش فاهمه ليه. بقول ايه، ما تيجي ناخد نفسنا ونلم بعضنا حسدونا في حبنا ونروح له المكتب. جرى ايه محمود؟ انت كل حاجه تهزر فيها حتى في وقت الجد. بس والله فكره، ما تيجي نروح له وتبقى جت مننا. مين ده اللي يروح له؟ انا لا يمكن اروح له. طب وبنتك الغلبانه دي ذنبها ايه اللي اصبعها بعد كام يوم تروح تزوريها من غير ابوها؟ فعلا عارفه ده لو حصل يا محاسن منظركم هيبقى وحش قدام الناس. هو انا اللي كنت قلت له يغضب ويعمل زي العيال؟ ما حد فيكم يروح له. هو في غيري؟ حاضر اروح له. علاء الحق، ست مش عارف مالها. نعم. بتقول ايه؟ راقده وما بتتحركش. يا خبر، اوعى يكون جرى لها حاجه واحنا مش واخدين بالنا. مش عارف حبيبتي يا ستو. ست ستو رد عليا يا ستو. ستو دي حالتها خطر قوي. نهار اسود، لا تكون لقت العلبه. كارثه لتكون خدتهم من ورانا. هو الواد ده شايل الحاجات دي فين؟ مش ممكن توصل لها. عايز اغير مكان العلبه الاولاني دي. خلصت عليها خالص. يا نهار اسود، تبقى كبست على نفسها. طب شوف نفسها كده عامل ازاي. مفيش نفس، شوفوا لها دكتور حالا. دكتور ايه دلوقتي؟ لو جبنا لها دكتور هيعرف هي اكلت ايه وشربت ايه وهيودينا في 60 داهية. وبعدين بقى في الكارثة اللي ما كانتش على البال دي. يا جماعة لازم تلحقوها، ما تسيبوهاش كده. كله منك انت، يعني مني انا لوحدي؟ هتتخانقوا وهتسيبوها تموت. بس لقيتها، المعلم عباس اكيد عنده وصفه على الحاجات اللي زي دي. انا هتصل بيه حالا. الله يخرب بيوتكم ويخرب بيت اليوم اللي انا عرفتكم فيه. مدام انجي ما وصلتش يا فندم. طب اهالي في البيت؟ الاستاذ محمود برا. عاوز ايه؟ قول له مش فاضي، عنده اجتماع. قول له هو بيقول لك متشكر جدا وممنون وبس. صب مش موجودة في البيت يا فندم. دوري عليها في أي مكان. حاضر يا فندم.
اتوكلت خلاص. ايه ماتت؟ الموت علينا حق. ايه مالكوا اتخذتوا كده ليه؟ ايوه معلم، بس دي فيها نيابه وسين وجيم. انا ماليش دعوه. وبعد في الحسن ما كلتش على البال دي. حسن ايه يا راجل؟ ولا حوسه ولا محتاج. الله، ربنا يسهل لها ويقدرنا عليها ونعرف نتويها، ولا من شاف ولا من دير. معقوله يا معلم؟ انتوا فاكرين يعني هتقدروا تطلعوا لها شهاده وفاه؟ لا لا، ممكن ده خطر عليكم. ده انتوا هتفتحوا عليكم باب مش هتعرفوا تسدوه، ولا حتى بالطبل البلدي. طيب هنقول ايه للعيله يا معلم؟ العيله ولا جرجرتكم؟ يعني خايفين من العيله وما انتوش خايفين من البوليس والحكومه؟ طب بعد اذنك يا معلم، هي ممكن تدفن من غير اي اجراءات؟ يا راجل ده حاجه بسيطه، تدفن قوي، ربنا يسهل لنا كده ونكسب ثوابها. بس انا خايف يا معلم. هتخاف من ايه؟ اجمد اجمد يا راجل، وراك رجاله، ما تخافش. بس على الله يطمر فيكم، والجميل ده تشيله لنا الوقت عوزه. انت هتعمل ايه يا معلم؟ هعمل الواجب واكتر شويه، ما تخافش. بقول لك ايه كده، انت هتنسى فكره الجواز دي خالص، الغيها من دماغك. ليه بس؟ معرفش، خايف. ده مش خوف يا حبيبتي، ده قلق. هي دايما القرارات المصيريه بتاخد وقت في التفكير، ثم انا وعدتك هخليكي اسعد انسانه في الدنيا. هرجع اعيده من تاني واتعذب من جديد. انا اعذبك برضو انتي؟ كل اللي قبليك قالوا لي كده وما صدقت، طلعوا حباب عيني قبل ما خلصت منهم. عموما لو تحب العصمه في ايدك انا ما عنديش مانع. طب بس هقول ايه بقى لاهلي وانا داخله لهم معايا عريس قد ابويا؟ السعاده عمرها ما كان ليها علاقه بالسن ابدا يا انجي. ايه انت شايف كده؟ طبعا. طيب خلاص بقى، كلم خالي. كلمي خالك، خالتك، جوز خالتك، كل العيله كلها هاتيها، انا ما عنديش مانع. مبروك عليك. مليون مبروك عليا. لا اله الا الله، هاسبوع على السجاده لا تندلق منكم، وانتوا شايلينها على السلالم. ربنا يكرمها عدي مشوارها على خير. وحدوه. بالراحة، حاسبوا عليها، اللي هسدي عظمة كبيرة. لا إله إلا الله. مساء الخير يا ديوة ضربي. مساء الخير يا أنكل. في حاجة لا مؤاخذة؟ تفضل استريح. تفضل. تفضل. استريح حضرتك. حاكم بقى يا ديو ضربي، انجي بنت اختي طول عمرها حظها خايب وتعبان، رغم انها ظريفه وبنت ناس، لكن ملهاش حظ ابدا في الجواز، واتصدمت كتير كتير قوي. واخر صدمه الراجل العجوز اللي كان معاها ده. تصور يا ديو ضربي ان الراجل ده اكبر منها ب30 سنه، خدته على ايه؟ معرفش. ايه اللي عجبها فيه؟ معرفش. ثم العلم سيادتك يا ديو ضربي ان العرسان الكبيره دي ما بتعمرش. ان شاء الله ربنا يعوض صبرها خير، بس سيادتك بارك الجوازه دي، وان شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا. والاكاده بقى ان كلهم متجوزين وعندهم اولاد زي سيادتك كده. ما هو كل شيء اسمه ونصيب يا عمي، والجواز بالذات قدر. مادام قدر بقى ونصيب، احنا لنا ايه غير راحتكم؟
لا من الناحية دي اطمئن، انجي ان شاء الله على دماغي وجوه عينيا الاثنين. طيب حيث كده بقى، انا ليا عشم وطلب بسيط، ان سيادتك تكتب مؤخر صداق محترم يليق بيه، وطبعا مش خساره فيها. ده اكيد، سيادتك بس تؤمر وانا مش هعترض. شوف يا ديودار يا ابني. ايوه امري. شوف الموبيليا دي كلها. شوف شوف تكلف قد ايه، شوف الديكورات، شوف التحف. ممكن سيادتك تعمل حصر للحاجات دي وتشوف لو انت فرشتها هتكلفك قد ايه، بالمبلغ ده تعمل شيك باسمها. حاضر، من عناية الاتنين. تسلم عينيك يا امير. خلاص يا عمي، نبعت نجيب المأذون بقى. الف مبروك بالرفاء والبنين، وان شاء الله عاوز اشوف ولادكو قبل ما توفى. ربنا يسهل. يا عروسة يا إيجي، تعالي يا حبيبتي. أيوة يا خالي. شوفي يا إيجي، الراجل ده شريكي وحيسعدك، وما دام شريكي وحيسعدك إحنا ما نقدرش نقول له تلت التلاتة كام. اوعى تكون شديت عليه يا خالي. لا أبدا، ده الراجل نفذ كل اللي طلبناه. آه طيب، مبسوط يا دويدار؟ مبسوط جدا. الحمد لله. شكلك مكبوس. شكرك. اياك على الله يتمر فيكم، والواحد بعد كده يعرف يلاقيكم. واذا طلب منكم خدمه ما تطلعوش عيال وياه. احنا عنينا ليك يا معلم، انت تؤمر. الامر لله واحد. انا بقى مش طمعان فيه ولا عاوز ابقى تقيل عليه، بس ما دام اتعاوننا وبقى فيه سر زي ده بينا يبقى على بركه الله، ويا بخت من قدم شيء بيداه التقى. اؤمر يا معلم، انت جميلك على راسنا من فوق. المطرح اللي انتوا قاعدين فيه ده عاجبني، مأمون وبعيد عن العيوب، وده عز الطلب. عز الطلب في ايه؟ ناخده مخزن لبضاعتنا ونتوي فيه مصيبتنا. الله، وكده تبقى المسائل تمام التمام وفل الفل. يا نهار اسود، وهتزودوا ليه؟ وانا هشغلكم واكل منكم عرقكم كله بثوابه. ويا بخت، يا بخت من فتح لنا بابه، ضمناه وضمنا عيشنا معاه. وده مش خطر يا معلم؟ خطر يا معلم. يعني انتوا اسم الله اسم الله خالصين قوي، ما كله محصل بعض وكله بثواب. وبدل ما انتوا شغالين شغل ملموم وعلى قده، يتوسع شوي والبركة في الورقة أمومية اللي حدها لكم كل يوم على الله. ورقة بمية؟ أمال إيه؟ ده شغل متوصى عليه، ومزاجكم هيبقى عندكم تحت أمركم، مش هحوشوا عنكم. إيه؟ قلتوا إيه؟ خلصوني بقى. طب افرض يا معلم، افرض يعني بابا وماما طبوا علينا. بابا وماما طبوا علينا. قول يا باسط، انت فين وهم فين؟ دي بلاد الله لخلق الله. ومع كل يا سيد، لو شرفونا بالسلامة ديك الساعة يحلها ألف حلال. طب أهلينا والناس اللي بتيجي تسأل علينا هيبقى موقفنا ايه قدامهم؟ وبعدين بقى انتوا ناويين تزعلوني منكم ولا ايه؟ وتخلوني اندم على الجميل اللي عملته فيكم؟ ده انا لو كنت عملت الجميل ده في واحد قليل الاصل كان طمر فيه، وكنت برضه حلاقيه. ايه قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ ما تخلونيش ازعل منكم،
لحسن بعد كده هيبقى فيه كلام تاني، وربنا وحده، ربنا وحده هو اللي هيلطف بيه. معلم اعتبرنا زي اولادك بالظبط، بس يعني حضرتك ممكن تعمل ايه؟ هرجع لكم المصيبة اللي انا شلتها عنكم، بلوها واشربوا مياتها. قلبك ابيض يا معلم، قلبك ابيض، روق كده امال وما تبقاش حمقي. لا هو كده. احنا بقى نسحب الجميل ادم ما تمرش فيكم. ايه قلتوا ايه؟ سالكين ولا خليل كلنا دي زحل؟ ايه اتخرجتوا ليه؟ على فكره بقى الفستان ده كان عايز له زفه الليل. هتقولي لي والله لولا الملامه كان الواحد عملها. امال ايه، لسه خايف منها ولا ايه؟ لا مش حكايه خايف، هو بس الاولاد كبرت والواحد لازم يعمل لهم شويه اعتبار. هو ده بقى اللي تعبك قوي؟ مش تعبني زي ما تقولي، يعني قلقني شويه. قلقان من ايه؟ نفسي اعرف دماغك دي فيها ايه بتودي وتجيب. لا ما تتعبيش نفسك، لان انا برضو بفكر في حاجات كتيره قوي. انسى الهم ينساك، طول ما انا معاك مش عايزاك تفكر في اي حاجه خالص. بقولك ايه، ايه رايك لو نعمل حكايه مشوار باريس ده، نعمل فيها شغلنا ونكمل شهر العسل بتاعنا؟ والله فكره. يعني موافق؟ طبعا موافق. يا خبر، معقول ينكر نفسه منك وما يرضاش يقابلك؟ تصوروا ده اللي حصل لي. اتكبست كبسه ما اتكبستهاش في حياتي ابدا. بس خلي بالكوا يا جماعه، المره دي باينه جد قوي. عاجبك كده يا اختي؟ قعدت تزعلي فيه لغايه ما طفشتيه، استلقي وعدك منه بقى. بقول ايه يا جماعة، ايه رأيكم في مدام انجي؟ انجي؟ وانجي هتعمل ايه؟ يعني بقول انها ممكن تكلمه، ممكن تأثر عليه. اطلبيها، مين عارف يمكن يكون التسهيل على ايديها. طيب حبيبي رد على تليفون من فضلك. ما تيجي ترد انتي يا أضنى. ايه ده؟ انت خايف ولا ايه؟ لا تطلع هي ولا حاجة. طب ايه رأيك بقى؟ انا مصرة انك انت اللي ترد. الو؟ مدام انجي موجودة؟ هي إيه؟ مالك مبسوق كده ليه؟ اتخضيت كده ليه يعني؟ وانت لازم تقولي لي رد، بتمتحنيني؟ ايه مالك؟ اتقفلت السكة في وشي. حد رد عليكي؟ ايوه، في صوت قال لي الو، وصوت مش غريب ابدا عليا. يعني ايه؟ اقطع دراعي. المكان هو اللي رد عليا وقال لي الو. حرام عليكي، ما تظلميش الراجل. هو انا تايهه عن صوته يا عنات؟ يا اخوانا معقوله اللي انتوا بتقولوه ده؟ انت 100% غلطت في النمره، اطلبيها تاني. اغلط في النمره لكن اغلط في صوته لا. ده انا كلمه الو بتاعت دويدار اطلعها من وسط مليون الو. طب اوعي، انا اللي هطلب النمره. انجي انت رحت فين؟ انجي انت خليك حضرتك تاني، ردي. مالك مبسوط كده ليه؟ الو. ايوه مين انا؟ لا ابدا جنب التليفون مش نايمه ولا حاجه.
امتى ده؟ ابدا ابدا، لا لا لا، اول مره يرن. لا ابدا، مفيش ازعاج ولا حاجه. ايه ده؟ اعوذ بالله. ايه؟ اعوذ بالله. امتى ده حصل؟ لا 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 حول الله. لا طب انت غلطانه بقى، انت ازاي ما تقوليليش حاجه زي كده؟ هو ابدا ولا جاب لي سيره. لا ربنا ما يجيب زعل بينكم ابدا ابدا. لا طبعا غلطان، ما قاليش ابدا، اول مره اسمع منك الكلام ده. ولا يهمك، انا بكره الصبح هاخده من ايده وودهولك لحد عندك. امال ايه؟ لا احنا ما عندناش رجاله ابدا تسيب بيوتها وتزعل من ستاتها. لا عيب عيب، ما يصحش كده. لا ابدا تحت امرك. لا ربنا يصلح بينكم، معلش عين وصابتكم، معلش معلش. لا ابدا لا ابدا، ما فيش ازعاج ولا حاجه. تصبحي على خير. ايه ده؟ هتاخديني تصلحيني عليها ولا ايه؟ الله، هو انا مش سبق وصالحتكم على بعض قبل كده؟ هناك فرق يا حبيبتي، المره دي تفرق كتير. لا ابدا بالعكس بقى، المره دي فعلا لازم اصلحكم على بعض عشان ما تشكش في علاقتنا. انت بتهزري يا انجي ولا بتتكلمي جد؟ مراتك شكت في صوتك وانا خيالها تماما. وانت يعني كان لازم تصممي ان انا اللي ارد على التليفون؟ خلي بالك دي ست قروبه، ولو شكت مش هتفوت الحكايه دي على خير ابدا. معقول؟ معقول ارجع لها وانا لسه عريس نوفي؟ معلش يا حبيبي، الضروره بقى لها احكام، وبعدين انت لسه معايا اهو، والمستقبل قدامنا كبير. مستقبل ايه؟ مستقبل ايه؟ دي طول عمرها منكده عليا عيشتي، تسيبني بقى وتحل عني. خلاص اللي تشوفه يا حبيبي، مدام عايز تقعد معايا محبب مع قلبي طبعا، بس خلي بالك دي هتنكد علينا عيشتنا وهتبقى زي اللقمه في الزور. طب تلات اربع ايام بس من نفسي. ابدا، بكره بكره تروح لها لغايه ما هي تهدى وتطمن لنا، ونبقى نتكتك لها كده براحتنا، ويبقى يحلها الف حلال. لا شكلها كده مش هيتحل، هي خلاص عقدت. معقول عندها؟ هو بيقول لي الو. ماما حرام عليك يا الاستاذ احمد مش في سريره. يعني ايه مش في سريره؟ صحيت ما لقيتهوش من ساعه ما خرج امبارح يذاكر، لسه ما رجعش. طبعا مدام بابا مش في البيت يبقى يعمل اللي هو عايزه. انت المفروض هنا اخوه الكبير وتخلي بالك منه، يعني انت هنا بدل ابوك على ابوك ما يرجع. يعني يا طنط اعمل ايه اكتر من كده؟ افضل صحيله طول الليل اراقبه؟ يعني ايات انا خلاص ما بقتش قادره على حد في البيت ده خالص. يا اخوانا يا اخوانا الصبر، انتوا بس هتظلموا الولد كده. انت متاكد انه مش في سريره؟ ايوه يا عمي. دورت في الدولاب؟ وبعدين يا محمود؟ طيب انا مش فاهم بس ليه هو دايما اللي يروح يذاكر عند اصحابه، طب ما يجوا يذاكروا معاه هنا. انت عايز اصحابه يجوا هنا ولك اخت بنت في البيت؟ هم اسبوعين باريس، ترجع بعدها ناسي الدنيا بمشاكلها كلها. بس ما تنسيش ان هيكون معانا الراجل اللي اسمه زكي، وده خميره عكننه هيعكنن علينا. نعمل ايه بقى؟ عذرنا المكتوب. وخلي بالك مش هنقدر نداري قوي ان احنا متجوزين، اكيد هنتفضح، يعني مش هنسلم من لسانه. ما احنا ما نقدرش نفرقعه من السفريه دي، انت لو فرقعته ممكن يتجنن فيها، ده راجل نابو ازرق وممكن ما يعدهاش على خير ابدا. نابو ازرق اه، انما ما تاخذنيش، يروح فين في دودار؟ انت اصلك مش عارف السفريه دي بالنسبه له ايه. عارف بيسترزق منها، وعارف كمان الانحرافات اللي بيعملها مع الخواجات اللي هناك. الله، ما انت عارف كل حاجه اهو. امال انت فاكره ايه؟ نايم على وداني
بنلعب احنا ولا ايه؟ مصيبه لا يفتكر ان احنا بنفرقعه من السفريه عشان نستفرد بيها لوحدنا. هو فاكر كل الناس زيه؟ ده احنا اشرف منه من اللي خلفوه كمان. فاكر ان الناس كلها ملطوطين زيه. معلش نهايته قربت على ايديا، بس انت طولي بالك عليا شويه. تحب تمسك عليه زله؟ يا ريت. انا عندي مستند ممكن يوديه في 60 داهية. تكلمي جد؟ امال بهزر يعني. فين هو المستند ده؟ وريهولي. لا بعدين. وليه مش دلوقتي؟ انا اصلي عارفه انك لو شفته مش هتسكت، وانا ممكن اتاذي فيها. ايه اللي بتقوليه ده يا انجي؟ تتاذي يعني ايه؟ انا عارفه انا غلطانه، يا ريتني ما قلتلك. انا متاكده ان لو كنت قلتلك مش هخلص النهارده منك. انت غرالك ايه يا انجي؟ انت خايفه من الراجل ده ولا ايه؟ خلاص بقيت ودار. مفيش حاجة اسمها خلاص. لازم أشوف المستند ده. من فضلك هات المستند ورايحين. طب أوعدني إنك مش هتعمل أي إجراء إلا ما استشرني الأول. ماشي. أوعدك إن أنا مش هعمل أي حاجة غير لما أقولك عليها الأول. قومي بقى يا إنجي هات المستند ورايحيني. هريح. مكتوب فيها ايه الورقة دي بقى؟ اقراها وانت تعرف. ايه ده؟ مكتوبة بالفرنساوي دي ولا ايه؟ ايوه، دي نسخة من العقد السري اللي بينه وبين مستر بولو اللي هو مدير فرع الشركة في باريس. يا نهار اسود، الراجل ده بياخد 10% عمولة عن كل عملية. ايه رأيك بقى؟ انت متأكدة ان المستند ده صحيح يا انجي؟ لما قدامك اهو شوف وانت تعرف. بقى الاهطل ده بيكسب 2-3 مليون دولار كل سنة واحنا مش واخدين بالنا. يوه، ده بقى له 3 سنين على الحال ده. 3 سنين؟ ازاي انجي يبقى في ايدك مستند خطير زي ده وتسكتي عليه المدة دي كلها؟ ما هو هددني، قال لي انتي كنتي معايا في باريس فانتي شريكة، علشان كده انا خفت وكشيت. يعني هو عارف ان معاكي مستند خطير زي ده؟ امال ايه؟ طبعا. كويس، الورقه دي جت في وقتها تمام. امال لما تعرف بقيت بلاويه هتعمل ايه؟ لا بقيت بلاويه دي انا عارفها. شيكات المؤسسه بتعدي ودايع سريعه كده من بره لبره. شوفي بقى، كل وديعه طبعا بترمي لها الشيء الفلاني. الله، ما انت عارف كل حاجه اهو. عارف يا انجي، عارف. الناس دي ربنا مش هيبارك لها ونهايتها سودة ان شاء الله. يا اخويا ادي انت بس 5-6 مليون زي اللي عنده وارميني في البحر، اعمل اي حاجة واللي يحصل يحصل. الاهبل ده يحتكم على 5-6 مليون؟ بالميت ده اذا ما كانوش 10. انا بس مش عايز اعقدك. هم 5-6 ما عقدوش، ده انت عارفة عنه كل حاجة. اصله كان صاحب جوزي الاولاني، دخل معاه كده وتصاحبوا على بعض قوي، والشغل خد ودة بينهم كتير يعني. يلا، هو جوزك كان من الجماعة اللي بيشتغلوا معاه؟ لا 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 ابدا. لا، امال ايه بقى نوع الشغل اللي كان بينهم؟ اصل انا جوزي كان راجل بتاع اعمال حرة، فكان طبعا بيحتاج لعملة صعبة كتير، وهو ما كانش عنده كفاية، فبقت المنفعة مشتركة، بقى هو يديله فلوس هنا وصاحبك يديله شيكات على بره. مقصة يعني؟ بالظبط كده. ده زكي ده حتة أخطبوط. هو أخطبوط بعقل. بعد كده ما حاولش يجر رجلك عشان تشتغلي معاه؟ لا، ما هو ده كان هدفه الرئيسي، وطبعا ضغط عليا بس أنا رفضت، وده كان السبب الرئيسي في فركشة حياتي وطلاقي. بعد ما رفضت ما حاولش يأذيكي؟ ما هي الورقة بقى هي اللي حمتني، ومن ساعتها بقينا زي القط والفار.
هو يهددني انا اقرص عليه وهكذا عمالين نقرف في بعض. اديني مستحملاه لحد ما تيجي مصيبه تشيله. يعني انا لو حاولت ابلغ عنه اكيد هاذيكي. اوعى اوعى تعمل حاجه زي كده. كله الا كده. معلش هيجي اوانها هعرف ازاي اضغط عليه بيها. ايوه اضغط عليه وقرفه وزله بيها لحد ما يزهق هو بنفسه ويستقيل، وهيبقى حل وسط. يعني احنا هنستفيد بايه من لما يتسجن يعني؟ يعني ولو اني عايز اقطم رقبته. يا سيدي يغور الجمل بما حمل. لا يغور ازاي؟ وانا هسكت له. بس بس ايه بقى؟ بقول لك ايه، خليك معايا. معقوله في احلى ليله عمرنا هنقعد نتكلم على سيزفت ده؟ على رايك صحيح. يا جماعه احنا بعد ما قلبنا البيت وما لقيناهوش 100% هو سهران هنا ولا هنا، وهيجي مفيش داعي بقى للقلق اللي احنا فيه، ونبص فجاه نلاقيه قدامنا. دي الساعه بقت واحده يا محمود، عمره ما عملها وتاخر بالشكل ده. ما هو اتاخر عشان عارف ان ابوه مش موجود في البيت، وهو ده اللي مطمنه. خد يا ولا، كنت فين لغايه دلوقتي؟ ايوه وطي صوتك لحسن لحسن ماما تسمعك. احمد بص لي وكلمني هنا. وطي صوتك لحسن ماما تسمعك. سبتي محمود؟ أيوة. شوف الواد ده ماله يا محمود. إيه؟ مالك مالك يا حبيبي مالك؟ هو ماله بناله ايه؟ مخنوق. ايه ده حر، عايز نفس. حمود حمود حر حر في عز الساعه. شممني شممني بقى. شارب انهي نيله؟ اوعى يا عادل كده. سيبولي سيبولي افتح بقك. افتح بقك يا حماده. ريحه بقه ما فيهاش حاجه يا اخوانا. الحوض هيقع من طوله. الواد مدهول على عينه كده ليه؟ اسم الله عليك يا اخويا. تعال تعال يا حبيبي تعال مدد في السرير. لا 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 مش هقدر. لا مش حمدت على السرير. انا حمدت على السرير. ماله ايه اللي جرى له ده؟ نجيب دكتور. دكتور ايه يا محاسن؟ احنا مش ناقصين فضايح. فضايح ايه؟ هو ماله؟ طمني. هطمنك هطمنك. ما تقلقش ما فيش. طمنك. لا هو كويس. احنا على العموم هنعمل اللي علينا والباقي على الله. ناخده دلوقتي ننامه في السرير والصبح هيبقى كويس. على جوه بس ارجوكم ما حدش يتكلم معاه دلوقتي. يلا يا ابني يلا حبيبي. يا دي الغلب اللي احنا فيه. يجي ابوه يشوف اللي جرى لنا. ده اللي انا كنت عامل حسابي. يا ابني حبيبي ما تتقلش عليا. ازيك؟ اهلا 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 بعروستنا الحلوه. شش وطي صوتك ما تفضحناش. طب تعالي تعالي اقعدي. بعدين بعدين مش وقته دلوقتي. طيب قولي لي فهميني ايه اللي حصل. ما تخافش كله تمام. عال ربنا يهديه. بس انت مش مسافر باريس. وهي باريس تحلى اللبية. انت انت قوم رد عليا. ايه ايه عادل في ايه على الصبح؟ كنت فين؟ كنت فين ايه؟ كنت فين امبارح؟ امبارح؟ امبارح هو امبارح حصل ايه؟ وكمان ما انتش داري بالنيله اللي كنت فيها. اوعى ايدك دي، انا ما حدش المس في البيت ده. انتوا فاهمين ولا لا؟ بقول لك كنت فين؟ بص ايدك. ايه ده؟ انتوا بتضربوا بعض؟ اوعى تضربوا. انا مش هسيبه الا ما يقول لي كان فين؟ وسهران في عيني داهيه. مالكش حكم عليا، انت فاهم ولا لا؟ وكمان مش بالحق تسالني. لا ده انا اسالك واضربك كمان. مش هتقدر، مفيش حد في البيت ده ممكن يقدر يمد ايده عليا. اسمع يا عادل، انت مش قدي، فاهم يعني ايه؟ انت مش قدي، مفيش حد في البيت ده قدي. ايه ده ضرب ايه؟ سعادتك زعلان مني ولا ايه؟ اعوذ بالله، انا ازعل منك؟ ده معاش اللي يزعل منك يا زكي بيه. امال سعادتك اسقطتني ليه من حسابك بالنسبه للسفريه بتاعت باريس؟ لا 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 انا ما اسقطتكش ولا حاجه يا راجل. انا بس محوشك. انت كلك بركه. امال مين اللي هيشرف على المؤسسه ويباشر سير العمل فيها؟ معقول
هنسافر احنا الاثنين ونسيبها كده؟ يعني سعادتك ما لقيتش غير العبد لله والمره الوحيده اللي تنصفني فيها تحرمني من السفريه الوحيده اللي بنستناها من السنه للسنه؟ يا سيدي ياما سافرت قبل كده، سيب حد غيرك يسافر بقى من نفسه. ايوه بس يا دودار بيه بقى بصراحه، يعني كده السفريه دي ما حدش هيسافرها غيري. ده انت بتأمرني بقى. لا استغفر الله، مش امر ولا حاجه، بس السفريه دي من حقي وانا مش هتنازل عنها كده. وانا قلت مش هتسافر يعني مش هتسافر يا زكي بيه. الله، ليه يا سعد بيه؟ في ايه؟ انا عايز افهم انت بتضطهدني ليه؟ انا مش بضطهدك. لازم تفهم ان مصلحه العمل فوق كل اعتبار، وانا كرئيس مجلس اداره لما اقول مش هتسافر تبقى مش هتسافر. لا دي مساله كده فيها ان بقى. حاسب على كلامك يا زكي وما تغلطش، والا بشرفي عاقبك عليه بطريقه تتعبك قوي. اتفضل دلوقتي، مع السلامه. انت بتطردني من مكتبك ولا ايه؟ اتفضل دلوقتي احسن لك. عيب يا دودار بيه. انت تعرف العيب قوي يا اخي. لا انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي ابدا. انا اغلط فيك زي ما انا عايز، لانك راجل غير منضبط. وعلى فكره نواياك من السفريه دي انا عارفها كويس ومش هنولها لك. انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي ابدا. زكي ما تخليش الامور تتطور بينا اكتر من كده. لا انا عاوزها تتطور بقى واعلى مفخلك الكاب. لاحظ يا زكي ان تحت ايدي مستندات توديك في 60 داهيه، وانا تحت ايدي مستندات برضو تنزلك قاع المحيط. اخرس اخرس بس. قلتها بنفسك، ابتديت بيها، وعلى نفسها جند مراقش. انا اشرف منك يا لص. ايوه اشرف مني، ما انا اصل مراتي عندها مصنع وبيع منتجاته للمؤسسه، وعلى عينك يا تاجر. انا مراتي بتبيع منتجات مصنعها للمؤسسه هنا؟ ايه سعادتك اخر من يعلم ولا ايه؟ اتفضل اتفضل سعادتك اقرا، ادي العقد اللي بيننا وبينها، اتفضل اقراه. واخدين منها بضاعة سكة الشهر ده ب 247,000 جنيه. كفاية اسكت دلوقتي بقى يا زكي. وجوز بنتك مفتوح له اعتماد عندنا السنة دي ب 6 مليون جنيه. جوز بنتي أنا؟ أيوه جوز بنتك جلال المرجوشي. غلطان أنا؟ صح ولا غلط؟ إذا كنت غلطان حاسبني وحاكمني على رؤوس الأشهاد. هو مش شركة النهضة دي ملك الجوز بنتك وأبوه كمان؟ دي مؤامرة واتحبكت ضدي. يا دودار بيه اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. وكفاية بقى، أحسن إحنا تعبانين قوي. كفاية، ده إحنا بلعين وساكتين. قول يا زكي قول، هات كل اللي عندك خليها تكمل. بالذوق كده سعادتك تصفرني معاك، وعلى رأي المثل يا بخت من نفع واستنفع. طبعا يحق لك. انا هسيب سعادتك دلوقتي تفكر، وفكر كويس. جيت بالذوق معانا استذواقنا احنا كمان، عصلكت وما مشيتش على هوانا. ايه اللي تغلبه العبه. سلام. ناس أشبه زمن وإحنا في آخر زمن.